فضيلة الشيخ وفقكم الله. يقول السائل: في إحدى البلاد توجد مساجد تقام فيها الجمعة أول الوقت، أول الوقت بعد الزوال، ومساجد أخرى تقام فيها الجمعة قبيل العصر، وذلك لأن يوم الجمعة يوم عمل هناك وليس يوم عطلة، فيجعلون وقتين لتسهيل الالتحاق والذهاب إلى الجمعة لكل الناس، فهل هذا مشروع؟ في مساجد لا بأس، أما في مسجد واحد لا، ما يعمل هذا. نعم، بعض المساجد يتقدم وبعض المساجد يتأخر لمصلحة الناس، لا بأس بذلك ما داموا في الوقت. نعم.